love the chase and the hunting. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. متابعين قناة نرجس، اليوم غادي نشارك معكم شامبوان لصباغة الشعر الأبيض في 5 دقائق. وهذا هو الشامبوان. غنحل معكم الباكية ديالتو باش تشوفوا كيفاش داير. كيتواجدوا فيه 2 قراعي كما كتلاحظوا. هاد القرعة ديالتو فيها السدادة ديالتو بالموف، وهاد القرعة فيها السدادة ديالتو بالأسود. هاد الشامبوان شفت الناس كاع كيستعملوه، وقلت علاش لي ما نشاركوش معكم، لانه فعال جدا لصباغه الشعر الاسود، وكيعطي الشعر لمعان، وكيرطب الشعر، وما كيبقاش الشعر يطيح من اول استعمال. بالنسبه اللي عندهم الشيب كيغطيه كله وما كيطلعش دغيا، ماشي بحال الصباغه العاديه من اول سيمانه كيطلع الشيب. هذا كيستعملوه النساء ورجال اللي عندهم الشعر الابيض ولا اللحيه اي الدقن. وهذا الشامبوان كيستعملوه اللي عندهم الشعر الاسود فقط، ماشي الشعر الاشقر. وطريقه الاستعمال راه سهله جدا. كناخذ الكميه على حسب الشعر. الا كان شعر قليل وقصير كنديروا 2 معالق كبار من هذه القرعه و2 معالق كبار من هذه القرعه. ولا كان كتير وطويل كنضاعفوا الكميه، وضروري يكون نفس الكميه. الا خديتو 2 معالق كبار في الشعر القصير، ناخذو 4 المعالق في الشعر الطويل، من 4 المعالق من هذه القرعه و4 المعالق من هذه القرعه، وكنخلطوهم مزيان اما في قرعه ولا في زلافه، ويكون الشعر مبلل او مغسول وناشف. وضروري من استعمال هذه القفازات حيت كيكحل الاصابع. ومن بعد كندهنوا الشعر كله، وكنبقاو ندلكوا الشعر في الاصابع ديالنا لمده 5 دقائق او 10 دقائق. النتيجه راه كتبان في 5 دقائق، ولا بغيتوا تزيدوا حتى 10 دقائق زيدوها، ما تخافوش منه. ولا حرقكم ما تخافوش، حيت غير من اول استعمال. ومن بعد ما تدوز 5 دقائق او 10 دقائق غسل الشعر عادي. بغيتو تغسلو بالشامبوان اخر غسلوه، ما بغيتوش بلاش. وكنتمناكم تجربوها حيت ما غتندموش عليها، لانها فعاله من اول تجربه. كما كتلاحظوا في هنا الشعر ديالو ابيض، والنتيجه ديالو ها هي ولات اسود. بغيت نستعملها معكم انايا، ولكن انا الشعر ديالي بني ماشي اسود، داكشي علاش ما غنجربتهاش معكم انا. عقلت لكم كيفاش طريقه الاستعمال ديالو. وكنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بلي لايك. ولاول مره داخل القناه ديالي يدير لي ابوني وورك على الجرس. يلا بسلام عليكم مع فيديو جديد ان شاء الله.